هنا اول حاجة استعملناها في البروجكت بتاعنا وهي كايل لما بتوصل له كهربا بيزق السن اللي جواه لقدام. هنا الترس عملناه بحيث ان الكويل كل مرة يوصل له كهربا يزق الترس ده مرة واحدة. ودي صورة الترس وهو مربوط بالمكان اللي هيبقى فيه الكمامات. وهنا ازاي حطينا الكويل والترس سوا بحيث ان الكويل يلف الترس مع كل مرة توصل له كهربا. وده شكل البروجكت النهائي وازاي بيشتغل. انا كاترين عصام، هنتكلم في البرزنتيشن ده عن ماسك فيندنج ماشين او آلة بيع الماسك. ده موضوع البروجكت بتاعنا انا ورشا مجدي ومرنا جورج. هنسلم البروجكت ده للدكتور احمد علي وباشمهندس محمد سامي. خلال البندمك اللي بنعدي بيها كنا عايزين البروجكت بتاعنا يحل مشكلة بتواجه اغلبنا بشكل يومي، وهي اننا في الغالب بننسى الماسك بتاعنا، وفي اماكن كتير ممكن ما تسمح لناش اننا ندخل من غيره، وده بيعرضنا كتير لاستغلال من ناس بتبيع لنا الماسك بغير سعره الطبيعي ويمكن بسعر اغلى كتير. ومن هنا جات لنا فكرة البروجكت بتاعنا، وهو عبارة عن آلة هتبيع لنا الماسك بسعر موحد وثابت وبدون استغلال. وفكرة ان هي آلة بتبيع لنا بشكل اوتوماتيك مفيش تدخل من انسان، ده بيقلل من تعاملنا مع الاشخاص وكمان بيضمن لنا ان الماسك بتاعنا يبقى معقم. انا رشا وانا هكلمكم عن الجنريتنج الالترناتيف سولوشنز. زي ما خدنا في المحاضره ان احنا بنعمل جدول ما بين الالترناتيفز اللي ممكن تحل لنا المشكله اللي عندنا دي. فاحنا كان عندنا الباور سبلاي والبليس والماتيريالز والانترنال كونكشنز، كل الحاجات دي كنا بنقارن ما بينها عشان نطلع سولوشن واحد للمشكله اللي عندنا دي. فكان في الباتريز والسولار انرجي، دي كانت الالترناتيفز بتاعه الباور سبلاي. وكان في البليس، كنا ممكن نعمل الفندر ماشين ده اوت دورز او ان دورز. والماتيريالز كنا ممكن نستعمل جلاس او كرتون او وود. والكونكشنز كنا ممكن نعمل الفندر ده من جوه يكون ميكانيكال كونكشن او الكتريكال كونكشن. طبعا وي تشوز باتريز از ا باور سبلاي، وان الماشين تكون اوت دورز تو بي ريتشد باي ايفري ون. والماتيريال يوزد فور ذا اوتر شيل از كرتون عشان تبقى ايزلي موفد وفاسيليتيت اتس مانيفاكتشرنج. والانترنال كونكشنز اختارنا ان هي تكون الكتريكال تو هيلب اتشيف هاي اكيورسي اند افويد ماتيريال ابريجن. تاني حاجه هتكلم عنها هي الستبس بتاعه مانيفاكتشرنج الماسكس فيندر ماشين. اول حاجه عملناها هي الريسيرش، ان احنا دورنا على كذا فكره لحد ما اخترنا فكره الماسكس فيندر ماشين ده ولقيناها مناسبه جدا للوقت اللي احنا فيه. تاني حاجة عملناها كانت choosing a suitable design عشان يناسب كل الأعمار، ان هو لما يتحط في الشارع او في مكان عام كل الأعمار تقدر تستعمله بسهولة. وتالت حاجة كان اختيارنا وان احنا اشترينا الماتيريالز اللي احنا هنستعملها في الانترنال والاوتر شيل زي الاسلاك والبطارية والاوتر شيل كله. ورابع حاجة كان connecting the circuit and supplying it with a suitable amount of masks عشان نقدر نشغل الماسك فيندر ماشين. وخامس حاجه كانت adding some design عشان يبقى الشكل بتاعه عامه presentable وسيف. وسادس حاجه كانت marketing للماشين ده عشان نقدر نوصل فكرته للناس كلها، فلما تشوفه تبقى عارفه هو بيستخدم ازاي وبيستخدم ليه. واخر حاجه هتكلم عنها هي الديسيجن ماتريكس. احنا عملنا المقارنه ما بين ثلاث افكار، الماسك فيندر والسانيتايزنج موفبل ماشين والماسك اند سانيتايزر ماشين، ان الفكرتين يكونوا في ماشين واحده. وبعد ما قارنا ما بين سهولته في المانيفاكتشرنج والكوست سيفنج اللي هو هيقدر يوفره والاوبورتيونيتيز اللي هو هيديها للناس، لقينا ان الماسك فيندر اخد 19 في المانيفاكتشرنج واخد 25 في الكوست سيفنج، وفي الاوبورتيونيتيز 45، فالتوتال بتاعه بقى 89. والسانيتايزنج اخد 15 في المانيفاكتشرنج و15 في الكوست سيفنج و30 في الاوبورتيونيتيز. والماسك اند سانيتايزر ماشين اخد 10 في المانيفاكتشرنج عشان هو كان صعب يتعمل قوي، و13 في الكوست سيفنج لان هو غالي فمش هيقدر ان هو يوفر فلوس كتير. والاوبورتيونيتيز كانت 40 لانه الماسك والسانيتايزر ماشين ده كان هيبقى فكرتين في فكره واحده، ولكن التوتال بتاعه طلع 63. فالبست سولوشن كان الايديا بتاعه الماسك فيندر ماشين. ميرنا، دلوقتي في كل بروجكت لازم يبقى فيه تاسك ريسبونسابيلتي، وعشان البروجكت يبقى ناجح لازم التاسك ريسبونسابيلتي تتوزع على التيم ممبرز كلهم،
ولازم كلهم يبقى ليهم دور فعال في البروجكت ده علشان يطلع بالصورة اللي هم عايزينها. دلوقتي كل بروجكت بيبقى فيه حاجات او متطلبات عشان البروجكت ده يطلع. فاحنا عشان نعمل البروجكت بتاعنا شفنا ان لازم يبقى فيه ايديا، لازم نعمل ريسيرش عشان نعرف ايه اللي احنا عايزينه، يبقى فيه ماتيريال والديزاين ريبورت وكمان البرزنتيشن. كل واحد في التيم اخد الحاجة اللي هو هيقدر يعمل فيها او يدي فيها اكتر حاجة. طبعا فاحنا عملنا تيبل عشان نوري دور كل شخص في البروجكت بتاعنا، وكل شيب بيدل على الدور بتاعه. يعني لو الشيب قدامه تريانجل ده معناه ان هو الريسبونسبيلتي الكي بتاعته هي الحته دي، او الشيب سيلندر معناه ان هو كوريسبونسبل عن الحته دي، لو الشيب سيركل ده معناه ان هو تيم ممبر في الحته دي. فعشان كده احنا حاولنا ان احنا نوزع التاسك على حسب كل واحد هيقدر يعمل ايه ويبقى هو افكتيف. احنا التيم بتاعنا بيتكون من 3 اشخاص، كاترين وانا ورشا، وفعلا وزعنا التاسك على حسب ان هو يطلع باحسن صورة احنا عايزينها. وبعد كده عملنا حاجة اللي هي مهمة جدا في اي بروجكت، التايم سكادجول، علشان لازم كل شخص بيعمل البروجكت يحدد الوقت اللي هو هيخلص فيه وقد ايه مدته، وده طبعا ساعات بيتحدد بالديدلاين للبروجكت او كمان بيتحدد بالبروجكت حجمه قد ايه، ففعلا الوقت اللي ممكن يخلص فيه. احنا حملنا تيبل، وفي التيبل ده حطينا قد ايه احنا احتاجنا عشان نعمل البروجكت بتاعنا. طبعا اهم مرحلة جدا في اي بروجكت ازاي ان احنا نختار الفكرة، علشان دي اساس اي بروجكت والريسيرش اللي احنا هنعمله عليه. اول حاجة في التيبل احنا عادنا طبعا عشان الريسيرش والايديا حاجة مهمة جدا، فاحنا خدنا فيها 2 weeks، material والtools 1 weeks، المانيفاكتورينج اخدنا فيها تاني ويك وتالت ويك، والريبورت والبرزنتيشن اخدنا فيه ثيرد ويك. خلصنا البرزنتيشن بتاعت البروجكت، حاولنا في البروجكت بتاعنا ان احنا نقدم فكرة ممكن تساعدنا في الظروف اللي احنا عايشين فيها. احنا عايشين في البانديميك، والبانديميك مش بس على مصر بس، بالعكس ده على العالم كله. هي فعلا الحاجة دي بقت مؤثرة علينا، فعشان كده من الظروف اللي احنا عايشينها حوالينا حاولنا فعلا نطلع بروجكت زي بتاعنا، ان احنا نحاول نحمي الناس بابسط طريقة ممكنة وبابسط طريقة ممكن نعملها بايدينا. حتة بروجكت صغير بس يطلع كمامة بس ممكن يحمي بني ادم من هو يجيله المرض. اتمنى يكون البروجكت عجبكم، وانه فعلا يكون حاجة تقدر تساعد ان احنا نقلل البانديميك.